يسعد صباحكم يا اخوان. اليوم طالعين على مكة، 70 كيلو من جدة الى مكة. قبل ما نبدأ اضغطوا لايك، اشتركوا بالقناة، رح نتعرف على مكة. هذا السيرة، هذا السيرة، هذا السيرة المكوة. احنا دائما نعرف مكة، بس هل بتعرف سكان مكة؟ مين هم سكان مكة؟ في ناس عايشة في مكة؟ مين هم الناس هدول؟ اليوم رايحين نتعرف، عشان هيك بدنا نتعرف على اهل مكة بالاول، الناس اللي ساكنة في مكة. هلا جهاد، هلا والله، هلا هلا حبيبي. بنقابل ناس تقدر تقول انهم وجهاء في مكة، قدامى البيت حندخل فيه الان. حننزل هسه نتعرف على بعض الناس هون في مكة يا اخوان. هذا سليمان، طبعا هو من هون من مكة. قبل 3 سنين تقابلنا اخر مرة، كنا نعمل خطابة. نعم، توست ماستر. توست ماستر، توست ماستر. اول اعتقد فيديو موجود في القناة كان عن توست ماستر. ايوه نعم، انا فاكر. هو افضل واحد كان باللغة العربية. ما شاء الله الفصحى قوية عنده، ما شاء الله الفصحى. بس كيف بدي اتقرب لاهل مكة؟ ايش لازم اسوي؟ لازم اقول يا ابويا. يا ابويا اقول لك لازم البس ايش كمان؟ تلبس العمة المكوية، وبتلبس الثوب والطاقية الخاصة بالعمة عشان اتقرب لهم. نعم، انت قريب. خلاص تصير انا مكاوي يا اخوان اليوم. مكاوي صح بيقولوا له؟ اكيد اكيد اكيد. هذا عبد الله، عبد الله الغامدي. هل اخبارك حبيبي؟ عشان بخير، كيف امورك؟ يا السلام. هلا حبيبي، بعد التشمير. شكرا. عشت عشت. هذه اكلات حجازيه، حلاوه حجازيه. هاي بتقدموها للضيوف؟ ها ايوه، هذه للضيوف. بوكشة. الله يا بوكشة. اسمها بوكشة؟ ايه، تراثية. هنا يحط الريالات الفضة، يحط الجنيه الذهب، يربطه. وين الخزين؟ وين الخزين؟ خزين؟ ايه جيب. خلص انا راح اتحول اليوم، اليوم راح اتحول. عشان تتقرب من اهل مكة لازم تلبس لبسهم، تلبس لبسهم وتاكل من اكلهم. الله كده تحت، ها؟ اللي يسموها سكينة شقيفي، يعني مايلة وجاهزة للسحب. وجاهزة للسحب قوامي. هاي لحظة، هاي واحد بعمل لي ديسلايك على الفيديو. هذا السديري، هاي اسمها السديري. سديري يعني صدر. سديري يعني صدر. الواحد بروح على العرس زي هيك. مكاوي. هذه اسمها الأدبة. اوكي حلو. هذه الأدبة، فيها الأدبة العلماء يخلوها طويلة. احنا مش علماء يعني، يوتيوب. جد من مكة أنا، خلص مكاوي. من كل بحر قطرة، تلقى المك المصري، وتلقى الهندي، وتلقى اليماني، وتلقى البخاري. كل واحد جاي البلد هذه بثقافته، وما جاء شطع كده برأيهم، جاء طلب من الله سبحانه وتعالى، لأنه هنا ملك الملوك، وما يجاوروا إلا الناس اللي يبغاهم. يعني أهل الحجاز متنوعين، متنوعين من جميع أنحاء الدول العربية، ثقافات متنوعة عربية وعجمية. يا ولد احنا وين رايحين الان؟ الان بنروح منطقه، بنروح منطقه قديمه اسمها جرول. فيها مباني اثريه قديمه وقريبه جدا من الحرم. ثقافه اهل مكه طلعت كبيره واسعه، يعني طبعا تنوع، تنوع رهيب عندهم. انا قديش كنت احكي عن البرازيل واحكي عن دول فيها التنوع، اليوم احنا بنشوف مكه اهل الحجاز كيف هم متنوعين، جميع الاعراق من جميع الجنسيات كلهم هون اتحدوا وصاروا يعني كلمه واحده، اسلام. يا اله اهل مكه فاجئوني. الله يحييكم. الله يحييك يا عمده. الله يكرمك يا ابو. هذا السليك، السليك يا اخوان. وي كانت في جمل زمان. هذا الرز الكابلي. كابلي يعني هندي. هذا يعني مكاوي. هاي الاكله الهنود جابوه وصارت من ثقافه، صارت من الثقافه السعوديه المكاويه. المبشور، لا المبشور من اهل الشام جانا. اتراك والشام، اتراك والشام جابوه. هذه طرمبه، طرمبه هذه هنديه. هنديه. اي، وهذا السمبوسك برضه هندي باكستاني ما... وبرضه بلح الشام. بلح الشام. جرب السليك. مكة بإيش معروفة؟ بالهدايا، بيعطوكم المطور، مية زمزم. شو في أحلى من هيك هدية؟ بسيطة ومتواضعة، بس زمزم يا إخوان. هاي ماء زمزم ما شرب له. ليش الناس تيجي من جميع بقاع الأرض عشان
هسه الحجاز هي مكة والمدينة. مكة والمدينة وجدة والطائف أربعة. المجس موروث حجازي أو أنا أعتبرها هوية حجازية. أهازيج ومجسات. هي أهازيج مكة معروفة كثير. دام بسمع فيها. تطورت فيها وكانوا يسموها أساسا إطلق على الحادي، بعدين تطورت مع الأيام صار المجس. الموالي يقول لك يا لي لا لي لا لي. لكن عند المجس قرانك يا ها طيب بس حاليا رح ندخل على الحرم يا اخوان. اوكي حاليا خلص ما فيش مجال، رح ندخل على الحرم. كاميرات ممنوعة، فرح ندخل كاميرات صغيرة نصور نصلي المغرب هناك. اليوم ما رح نعتمر، في يوم ثاني ان شاء الله. اليوم جايين نركز على انه نصور لكم فيديو في مكة وعن اهل مكة، عن ثقافة اهل مكة. كل فج عميق منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معدودات. اطلع فوق عشان نخش الحرم الان. هذا السطوح مشاعر من القلب، يعني بتحس بيها مش شيء معنى. هالكعبة وراي اخوان. الله يطعم كل واحد. زيارة الحرم الكعبة في روحانية صح؟ بتحس فيها نفسك تقضي كل الوقت. والله من جد سبحان الله. مهما تجي في كده ترتاح يا حس. سبحان الله سبحان الله. اشتياق. اهلا وسهلا محمد. حيو والله. الحال شو اخوي كيف شبهن؟ والله كثير. في ناس بتخربط بناتكم ولا؟ اوف دائما الناس يروحوا لي يقولوا جوستافو. فان جوستافو كم سنه بناتكم؟ خمسه تقريبا. خمسه سنين. انت من اهل مكه ها؟ عايش طول حياتك في مكه؟ والله من لا انا اتولدت في جده وجيت في جده. حبيبي ان شاء الله اليوم بنوديك الاكله حقت البشره حقتي يعني فاهم. يسموها سيريه طبعا. هو يعني لحم مقطع كده خفيف لطيف مره مشهور يعني. وبشربه كمان عصير جي. وفي عريكه ترى مره مشهور اسمها عريكه عم قاسم. شوف لو انت تاكل سيريه وعريكه وعصير جي انت خلاص يعني في مكه كده في انفجار. في انفجار حيصير. ولابس كمان مكاوي يعني خلاص نضلش. الله يحييك. الاردن ولابس الشيء المكاوي لازم لازم. الله يحييك. صح نجلس هنا. هو المطعم زيك شعبي. اهل مكه والله. والله انكم رائعين على طول. لا شوف واقف سيره. شوف هذا اشهر محل في اشهر محل عريكه في مكه. وينه؟ شوف شو السيره كيف. عسل ولا ايش؟ اكل يعني كيف اقول لك فطيره مع تمر مع عسل. راح نطلب راح نشوف. طيب عشاء غدا حق حقنا النادي. لا غدا كل يمشي ابوي. شيء 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 علاوه عصير الجي لابد انه يكون مع البطاطس. عصير جي اسمه. سلاش زي سلاش رهيب. فراوله مع حليب مع موز مع شغلات غريبه كله مع بعض. كله مع بعض صحي عشان هيك بقول لك صحي. جي عشان هيك جي على طول كده جي. طبعا الضوء هذا ساعدنا كثير اليوم. اخذناه من محل في جده اسمه ميكس كاميرا رهيب واسعاره جدا رخيصه يا اخوان. فتفاصيل بالديسكربشن. هذه اسمها حاره يمن فاهم. هذه منطقه البساطه فاهم. منطقه البساطه الكل مبسوط فاهم. الكل سعيد مع انه الاحوال ما هي سعيده فاهم. صعبه. كلنا عائله واحده مع انه في اختلاف كثير من الجنسيات فاهم. بس كلنا يا ابو اخوان يعني فاهم. هم كل هذا كلكم من مكه مدينه واحده تجمعكم. الحمد لله عندنا مبدانا ايش انه الصغير اول ما كده يعني 5 سنين يطلع الشارع يتعلم فاهم. يتعلم من الحياه كل شيء من قبل المدرسة حتى. هذا السيري. هذا السيري. هذا السيري المكوى. يا سلام. واو. هاي ايش العريكة؟ هذه المعصوب. ده المعصوب وده العريكة. ايش الفرق بين المعصوب والعريكة؟ ياجي. المعصوب بالموز والعريكة بالتمر. هذا لبن مع بهارات إفريقية. على اللبن الزبادي نقعد نقلب. هذا الصوص حقه.
فبتاكلها زي هيك. ايوه بالضبط. يا سلام. شيء رهيب خرافي. سره سويت الحرب. يا سلام بهارات خرافي. لحمة كباب تحسها بس حارة مقرمشة هيك جاي، مش عارف اوصف صراحة. كورن فليكس. كورن فليكس. بسم الله. عشان هيك الطبور كان. هو شيء والله شيء رهيب. اسمها حلا ولا ايش؟ حلا هذه. قوية جدا زاكية. هذا لازم نفتح فروع في جميع انحاء المملكة. على العقيقة اجتمعنا احنا وسود العيون. يا عيوني عيوني كل ارض تنزلون بها. فاقت بريق الماس، فاقت بريق الماس واتجاه أواني. مرحبا يا ضيفنا، مرحبا يا ضيفنا، الضيف ضيف الله، حياك الله. هذا جزء بسيط فقط في مكة، لسه في بحر مكة، ممكن نسوي جزء ثاني، حكونا تحت في التعليقات، إن شاء الله يوم نشوفكم هون.